السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو هذا غنشرح لكم واحد الابليكاسيون او برنامج. هذا الابليكاسيون هذه ممكن تسكانيو بها اي وثيقه كيف ما كانت. هذا الابليكاسيون كتوفر عليكم اول حاجه الوقت، ثاني حاجه كتوفر عليكم الفلوس نتاعكم. هذا الابليكاسيون هذه عندها عده مميزات. الميزه الاولى تقدر تسكاني وترد على شكل بي دي اف ولا اي شكل من الاشكال اللي بغيتي نتايا. وثانيا تقدر تحول مجموعه نتاع الصور عاديه او وثائق او كيف ما بغى يكون النوع نتاعها على شكل بي دي اف. الفيديو هذا غادي يكون مقسم على دوز ايطاب. ليطاب الاولى غنوريكم كيفاش ديروا تسكانيو اي وثيقه. ليطاب الثانيه غنوريكم كيفاش ديروا دمجوا مجموعه نتاع الصور على شكل بي دي اف. النصيحه اللي ممكن نعطيكم هي قبل ما تسكانيو الصوره صوروها بالهاتف النقال نتاعكم باش تجي الجوده واضحه، عاد دخلوها لابليكاسيون باش تسكانيوها. نتمنى ان الفيديو يعجبكم وما تنساوش تدعمونا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مجددا غنبداو في شرح الابليكاسيون او هذا البرنامج هذا. كما كتشوفوا خوتي هاد السميه هذه اللي قدامكم كنمشيو للبلاي ستور وكنكتبوها. من بعد ما كنكتبوها وكنتيليشارجيوها كنكليكيو عليها بحال هكا كنمشيو لهاد الكاميرا هادي اللي كتبان لكم امامكم. الا هاد الكاميرا هادي شنو الدور نتاعها؟ هادي هي باش كتصوروا الا بغيتوا تصوروا الوثيقه، كتاخذ لكم غير ديك غير الوثيقه، ما كتاخذش دوك الجوانب اللي برا الوثيقه. انايا غنختار بحال هكا تكليكيو عليها كما كتشوفوا هنايا، هي هنايا كتكيو باش تصوروا هذيك الزيرو ديك اللي دايره هنا يا خوتي. انا غنختار شي تصويره من هنا ميني الا بغيتو تريغلو الكاليتي وداكشي. هنايا ايماج هي كواليتي وكذا، المهم ما علينا. نمشيو للمهم. كما كتشوفوا هنايا غادي ندخل انا نختار واحد الصوره من عندي من الهاتف نتاعي، ديجا صورتها بالكاميرا نتاع الهاتف. نمشيو الايماج كاميرا، صورتها بكاميرا كنكليكيو. هادي هي التصويرة نتاعي كيما كتشوفو معايا، ها هي التصويرة. هنايا خوتي الا بغيتو تقطعو هكا شي جانب ولا بحال هكا، المهم هنايا كتزيدو من هنا ولا من هنا، ولا بغيتو تزيدو في الوسط بحال هكا ما علينا خوتي. حنا نخرجو هنايا روتريت ليفت الا بغيتو تدورو على اليسار بحال هكا، تحكموا في الاتجاه نتاعها. هنايا اليمين كما كتشوفوا بحال هكا. هنايا الا بغيتو ديروا تبدلوا الكولور من هنايا كما كتشوفوا، ولا دابا واضحه بزاف. هنايا فوتو انا نديروا لها كولور احسن. فورما هنايا فورما يعني واش افور ولا لا، المهم الفورما اللي عجباتكم نتوما ما علينا خوتي. من بعد ما كنكملو خوتي من هادشي كامل كنمشيو للصوره نتاعنا كنكليكيو عليها كنمشيو لهاد لهنايا كما كتشوفوا. هنايا من هنايا غنغيرو السميه الا بغيتو تغيرو السميه بحال انا غندير لها محمد كما كتشوفوا، هي دابا محمد ولا التسميه نتاعها محمد. كنمشيو لهنايا لهاد شير هاد الاخر هاد شير هنايا كما كتشوفوا. من هنايا بغينا نديروها بي دي اف ولا جي. من هنايا خوتي الحجم نتاع الصوره نتاعكم كتحكموا فيه من تما. هنايا خوتي كما كتشوفوا ديفايس ميموري الا بغينا ندخلوها في الهاتف نتاعنا، هنايا فاكس الا بغينا نفاكسيوها، هنايا دروب بوكس، جوجل درايف، وان درايف، بوكس، وي برانت الى بغينا نخرجوها، هنا الى بغينا نصيفطوها لشي واحد بحال في الواتساب، بلوتوث، هادو كما كتعرفو. المهم حنا ندخلوها للهاتف نتاعنا، كندخلو لها الديفايس ميموري، هنايا كنديرو فولدر، هنايا ندخلوها لهاد الارم، كنكليكيو هنايا يوز ذيس فولدر. الو هيا خوتي
your scan has been exported. ندخلو دابا الفيل، ندخلو الهاتف نتاعنا alarms. كما كتشوف هادي هي محمد PDF via just now. كنكليكيو هنايا درايف PDF، كنكليكيو هنايا هايا كما كتشوفو الصورة واضحة 100%. هايا خوتي كما كتشوفو كتوفر عليكم فلوسكم، ما تمشي لا للسيبير لا والو، غير في دارك تقدر تسكاني اي وثيقة كيف ما بغات تكون، كتسكانيها من الهاتف نتاعك بلا ما تمشي للسيبير. كتوفر عليك الوقت وبزاف نتاع الحوايج، و هاد لابليكاسيون هادي كتخدم حتى بالنسبه الا بغيتي تريكل شي تصاور هكا تدمجهم، بحال الا تركب صوره مع صوره مع صوره مع صوره على شكل بي دي اف، يجي وحده مور وحده كتقادهم. نجربو شي وحده كاميرا، نمشيو نختارو حنا هادي وهادي وهادي وهادي، كدير سيليكت كيف ما كتشوفوا معنا. هذه هما أربعة ديال لي باج، ها هما هادو. هنايا كنكليكيو على هذه الا بغينا نغيروا الحجم نتاعها، كيما كتشوفوا هنايا حنا غيرناها. هنايا هما التصويره هذه، هذه كنمشيو كنديروا نفس الاخر نفس الطريقه. محمد نديروا هذا واحد محمد، من بعد كنكليكيو هنايا كنكليكيو هنايا كما كتشوفو، نمشيو ديفايس ميموري كنختارو كنديرو الارمز كما كتشوفو، نحطوها هنايا فولدر الو، كنمشيو كنكوشي هنايا. هايا يور سكان هاز بين اكسبورتد، دخلات دابا. كنمشيو للميموار نتاعنا كما كتشوفو، محمد واحد بي دي اف جاست ناو، كنكليكيو هنايا كنمشيو للدرايف ولا لشي ابليكاسيون كما كتشوفو معايا هنايا هما ندمجو. هاد الابليكاسيون فيها بزاف ديال المميزات، نتمنى انها تعجبكم خوتي. هذا ماشي اشهار، انا غير عجبتني الابليكاسيون بغيت نبارطاجيها معكم. نتمنى ان هاد الحلقه تكون نالت الاعجاب نتاعكم، وما تنساوش خوتي دعمونا بلايك وسبسكرايب. بيس اند لوف. وفي الاخر نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب نتاعكم، وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح هذا، وما تنسوش تدعمونا باش نستمروا. Peace and love.